السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصعب شعشاعة مؤسس موقع عرب جي تي. اليوم رح نستكشف مع بعض مقصورة سيارة اللينكن نافيجيتر. مقصورة الصف الثاني باللينكن نافيجيتر، أول شيء بلفت نظرك المواد تبعت المقصورة الخلفية تماما مشابهة للمقصورة الأمامية، فبتلاحظ الخصوصية بالمقعد الخلفي. أول شيء بلفت نظرك أيضا الشاشة العملاقة 10 إنش متصلة بهيدسيت وايرلس هيدسيت موجود خلف، حتى له مكان تخزين مناسب ومعاه ريموت كنترول، فيك تتحكم بكل بساطة بالشاشة وبالإعدادات تبعتها، وبنفس الوقت له أيضا مكان تخزين جميل في أسفل الكونسول. بداية كمان طلع الأبواب، السماعات، الريفل واصل للمقعد الخلفي، وشوف التصميم الجميل تبعها، بيانو بلاك في كل مكان. طبعا سيارة النافيجيتر تتوفر بسبع مقاعد أو ثمانية مقاعد، إحنا النسخة اللي معانا عم نختبرها لليوم نسخة البريزيدنشل الرئاسية، فبتتوفر بسبعة مقاعد. عم بتشوف الكونسول الوسطي مليء بالإعدادات، فيه حاملات أكواب، فيه نظام التحكم بالتكييف، وأيضا عندك تسخين للمقاعد الخلفية وتحكم بالفانز والستائر الجانبية للسيارة، وأيضا مكان تخزين عملاق في الوسط. عم بتلاحظوا معي السن روف العملاقة الأكبر بالفئة هاي، البانوراميك فيستا روف، عملاقة جدا عم تعطي فضاء داخل المقصورة للسيارة. أماكن شحن USB، عندك أماكن شحن أيضا 230 فولت موجودة بالخلف، وبنفس الوقت كمان أحد المزايا المهمة جدا المقعد تبع الصف الثاني بإمكاني أنا أتحكم فيه من خلال السلايدر بالأسفل، بإمكاني أقدم أو أرجع، وبنفس الوقت كمان بإمكاني أميل الظهر الخلفي للمقعد زي ما أنتم شايفين. هاي كلها عبارة عن مواصفات عشان تعطيك أكبر قدر من الراحة والفخامة داخل المقصورة تاعت اللينكن نافيجيتر. خلنا نختبر مع بعض الصف الثالث باللينكن نافيجيتر. بداية شركة لينكن ما بخلت أبداً على ركاب الصف الثالث، فعم بتلاحظوا الجلود ومواصفات الفخامة عم بتكون ممتدة من الصف الأول للصف الثاني، عم توصل للصف الثالث. في عندي مدخل USB، عندي حاملات أكواب، عندي أماكن تخزين، وبنفس الوقت كمان ميزة مهمة جداً نادراً ما تشوفها بسيارة من ثلاثة صفوف، إنه بإمكاني أميل المقعد تبع الصف الثالث. هاي ميزة مريحة جداً خصوصاً إذا عندك طريق سفر طويل. المواد المستعملة في المقصورة الداخلية تعتبر من أفضل المواد الموجودة، جلود في كل مكان، وخلطة الألوان تعتبر جدا جميلة بين الأخشاب وبين البيانو بلاك وبين الجلود. شايفين طبعا الجلود بكل مكان، أي شيء بتلمسه يدين سائق المركبة أو المرافق له عم بيكون فيه إسفنج طري مريح جدا. شايفين البيانو بلاك حتى على الكونسول الأمامي، أزرار التحكم بالتكييف أو حتى بالنظام الصوتي كلياتها معمولة من مواد عالية جدا. حبيت جدا الجير بوكس والأزرار تبعته عم موجودة هيك زي كبسات البيانو موجودة مع لون البيانو بلاك، عم تعطي هيك لمسة فخامة خصوصا بالفئة هاي السيارات البريميوم سيجمنت. نظام انفوتيمنت سيستم، شاشة عملاقة جدا موجود فيها كل الإحداثيات، وأحدث نظام من السينك 3، أحدث جنريشن منه. نظام صوتي من ريفل موجود على أبواب السيارة بتصميم جدا جميل. عندك 20 سماعة بالكامل محيطة بالمقصورة الداخلية. ليش نتكلم عنهم؟ خلنا نجربهم. بالنسبة للمقاعد تاعت اللينكن نافيجيتر، بداية المقاعد جدا جدا مميزة حتى بالتصميم تبعها. وحدة التحكم بالمقاعد زي ما انتم شايفين كاملة مع ثلاث وضعيات ذاكرة للسائق أو المرافق أو شخص ثالث، حتى بإمكانك بكل بساطة التحكم 30 وضعية مختلفة للمقعد، التقديم للأمام، للخلف، المسند الرأس، الجنبات تاعت المقعد، فبكل بساطة بإمكانك تعملها بشكل شخصي بالكامل، تعمل بروفايل كامل لإلك بالمقعد غير الثلاثين وضعية. وضعية المفضلة عندي بكل بساطة إنك أنت تشغل المساج وترتاح شوي خصوصا إذا عندك طريق طويلة، وحتى بعجلة القيادة بإمكانك التحكم بتقديمها أو ترجيحها، وحتى بالنسبة لدواسات البترول والبريك بإمكانك أيضا تتحكم بدرجة ميلانهم ودرجة عمقهم للداخل أو لا. فعندك وضعية كاملة خاصة فيك، مقصورة كاملة لقائد المركبة يتحكم فيها بكل بساطة وتكون بدرجة الراحة الأعلى لإله أثناء القيادة على الطرقات. خليني أفرجيكم عملية طي المقاعد وعملية فتح الصندوق الخلفي. بكل بساطة بإمكانك تمرير القدم، صندوق الخلف زي ما أنتم شايفين أوتوماتيكي بالكامل، حتى عملية طي الصف الثالث من المقاعد والصف الثاني عم بتكون العملية كهربائيا بضغطة زر بسيطة جدا، حتى الصف الثاني ضغطة زر بسيطة جدا بإمكاني طي الصفين من المقاعد. عم بتكون عندنا مساحة تخزين عملاقة، المساحة التخزين الموجودة بالنافيجيتر تعتبر الأكبر بالفئة هاي من السيارة. أتمنى يكون الفيديو أعجبكم
للتعرف على المزيد من المعلومات عن لينكن نافيجيتر انتظرونا بالفيديوهات القادمة.